ومن واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. سيد بشار، تحية طيبة لك. سيد بشار، هناك خطة وضعها جالنت لليوم التالي لغزة. هذه الخطة شكلت سيركا وفق وصف الإسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية عندما طرحت للمناقشة اليوم، ولم يتم أصلا إكمال مناقشتها حتى أو التطرق لها. هذه الخطة، ما مدى إمكانية ليس الحديث بداية عن تطبيقها، إمكانية مناقشتها بداية داخل إسرائيل وأيضا مع الفلسطينيين؟ أورولا، بداية أهم ما كان يعني واشنطن هو رفض وجود عسكري إسرائيلي في قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب. القضية الأخرى التي كانت تهم الجميع وخاصة اكتسبت مزيدا من الزخم جراء الضغوط العربية، وهي رفض التهجير خارج غزة، بمعنى أن ما تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي الآن يحيل هذا الملف إلى الداخل الإسرائيلي، حتى إن كانت هناك بعض الأصوات المتطرفة كما هو بن غفير وسموتريتش، فإنه سيواجه بضغط مباشر من بلينكن، الذي يقال أن من ضمن الترتيبات الجارية من خلال جولته التي ستشمل عددا من الدول العربية إضافة لليونان وتركيا، بطبيعة الحال الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، ويعتقد بأنه سيتم حل مشكلة تمويل السلطة الفلسطينية والإفراج عن أكثر من 70 مليون دولار تحتجزها إسرائيل ولا تعطيها للسلطة الفلسطينية، مما سيتم. نعم سيد بشار، ولكن هناك نقطتان بخطة جالنت يجب أن يعني تخطيهما قبل البدء بالحديث عن السلطة الفلسطينية. بداية، هو يتحدث عن إنهاء حماس، هناك ضرورة مهمة لإنهاء حماس بداية، وثانيا موافقة الداخل الإسرائيلي على منع الاستيطان داخل غزة، لأن خطته تشمل عدم الاستيطان داخل غزة. صحيح، قضية إنهاء حماس أعتقد هذا، وبالرغم من كثير من الهالة الإعلامية التي اكتسبتها منذ بداية هذا الحرب حماس، يجب أن لا ينسى الجميع أن الأساس في الموضوع هم الفلسطينيون، ولا فارق بين غزة والضفة الغربية ما دام الحديث عن طموحات وطنية فلسطينية لا حزبية، وتنتهي بقيام دولة بمعنى رؤية دولتين. بالتالي حماس أو غير حماس، الجهاد أو أي تنظيم بما في ذلك التنظيمات المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، الخيار غير مطروح على الإطلاق لوجود أي صيغة من الصيغ التي كانت قبل حرب 7 أكتوبر، بمعنى التهديد العسكري لإسرائيل من قطاع غزة أو من الضفة الغربية. هذه مسألة تجاوزتها الأحداث، على الأقل هكذا تطمح الإدارة الأمريكية بالضغط على الأطراف المعنية كافة وبخاصة الفلسطينيين والإسرائيليين. نعم، برأيك خطة جالنت هل هي خطة واقعية وفعلا مطروحة للنقاش بجدية داخل إسرائيل، وهي مدعومة أمريكيا، أم أنها فقط بالون اختبار إسرائيلي داخلي وأيضا بالون اختبار للمجتمع الفلسطيني أو للسلطة الفلسطينية أو لمن ممكن وصفه فاعلين على الساحة الفلسطينية وعربيا أيضا؟ أنا باعتقادي عندما يقول بأنه مستعد لمواجهة الشمال، هو يرسل رسالة لحزب الله، خاصة بعد موضوع تصريحات نصر الله، خطاب نصر الله الأول والثاني بعد تصفية العاروري. هذا كله يشير إلى أن القدرة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية والأطلسية عموما في التعامل مع التهديدات إضافة إلى موضوع حماس، هذه مسألة حسمت ولا يمكن التراجع عنها. عندما يطرح آلية بأنه لا يمكن إلا أن تكون هناك هيئات فلسطينية ضمن ترتيبات تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، رغم رفض جميع الدول العربية بالمشاركة في هذه القوات من حيث المبدأ حتى لا تكون إلا على السلطة الفلسطينية، إلا أنها من الناحية الواقعية هي تتلاقى مع المطالب الأمريكية. هذا ما أعتقد أن السيد بلينكن الآن سيتصدى له من خلال المفاوضات المركزة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، حتى يقدم
بعض التعديلات على خطة جالانت قد تكون مقبولة للجانب الفلسطيني. هذا ما كنت سأتطرق له، ما الذي ممكن أن يقدمه جالانت لبداية غير كما قلت للضغط على الإسرائيليين، أو ليس الضغط، لتعديل هذه الخطة؟ وأيضا كيف سيتمكن من إقناع الفلسطينيين الذين قال المتحدث باسم حركة فتح في حديث مع الحدث بأن هذه كل تصورات جالانت لمستقبل الحكم في غزة لا قيمة لها؟ هو هذا مفترض، هذا يجب أن يكون الموقف المنتظر من السلطة الفلسطينية وكذلك بالنسبة لحماس، ولكن واضح أن الإدارة الأمريكية تفكر في سلطة وطنية فلسطينية متجددة. الآن لا يريدون أن يقولوا جديدة، ولكن يبدو من ضمن هذا التجديد هو التعامل مع الأوضاع ما بعد حرب 7 أكتوبر. لن يسمح بقيام أي قوة عسكرية تهدد إسرائيل لا من غزة ولا من الضفة، وهذا يساوي بين الأطراف كافة بما في ذلك فتح وحماس. من واشنطن كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، شكرا جزيلا لك.